ميرا فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً وتعيش مع والدتها وشقيقها الأكبر وثلاثة أشقاء أصغر سناً. ومع إغلاق المدارس بسبب الوباء أصبح جميع الأطفال يدرسون من المنزل، ويستخدم معلموهم البرامج الإذاعية اليومية لإعطاء الدروس لهم. لكن مع وجود جهاز راديو واحد في المنزل لا يمكن لجميع الأطفال حضور دروسهم كلها. وشقيق ميرا يريد أن يصبح طبيباً ولديه امتحانات مدرسية مهمة هذا العام، ولذلك كان يستخدم الراديو أكثر من غيره. وتعمل والدة ميرا ساعات طويلة في المستشفى، لذلك أصبحت ميرا تقوم بالمزيد من الأعمال المنزلية بينما تعتني أيضاً بإخوتها الصغار، فلم يعد لديها الوقت الكافي للقيام بواجباتها المدرسية. وعندما تفتح كتبها تجد صعوبة في تذكر ما درسوه في العام الماضي، وهي قلقة بشأن ما قد يقوله لها معلمها إذا عادت إلى الفصل يوماً ما. وتعيش جدة ميرا في مكان قريب، وبدأت تزور ميرا أكثر من قبل، وصارت تخبر ميرا أنها أصبحت امرأة الآن وأنها يجب أن تفكر في الزواج. وعندما تعود والدة ميرا إلى المنزل تسمعهما ميرا يتجادلان حول إجراء تريد الجدة لميرا القيام به. ومع أن ميرا لم تفهم ما هو هذا الإجراء، لكنه كان يبدو مخيفاً.